انتشار التكنولوجيا خلاها أداة مهمة في تطوير المجالات المختلفة، وحلولنا المرنة في التكنولوجيا ساعدتنا نطور مجالات كتير منها الترفيه والتعلم. قدرنا نشارك في واحد من أنشطة أول مركز علمي في الشرق الأوسط صديق للبيئة من خلال مساعدتنا للطفل في إعادة تدوير المخلفات باستخدام الـ RFID تكنولوجيا. بيبدأ الطفل بوضع كل المخلفات اللي من نفس النوع في وعاء واحد، وبيتم تسجيلها أوتوماتيك على النظام في شكل نقاط، وبيتم عرض النتيجة في النهاية. التكنولوجيا مش بس أداة للتطوير، لكن هي كمان المستقبل. RFID Egypt أسرع من المستقبل.